يا مساء الخير والهنا على كل مشاهدين قناة اي تي سي في كل مكان. حلقة جديدة ويوم جديد من برنامجكم انتي. قبل اي حاجة طبعا عايزة افكركم بارقام التواصل الخاصة بينا اللي بتبقى موجودة قدامنا على الشاشة خلال الحلقة، وكمان تقدروا تتواصلوا معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك، صفحة اي تي سي تي في. هستنى مشاركاتكم دايما وارائكم دايما. دايما بحب افكركم بانتي وحكايتك. لو عندك اي مشكلة ولو عندك اي حاجة عايزة تستشيرينا فيها ابعتيها، واحنا ان شاء الله هنعرضها ومعاها الحل بتاعها، واكيد طبعا من غير اسم. يلا بقى نبدا حلقتنا. واحنا كل يوم بنشوف تطور رهيب في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي اللي ناس كتير خايفة منه وناس تانية مبهورة جدا جدا بيه. من ضمن الحاجات المبهرة اللي احنا شفناها في الذكاء الاصطناعي، احنا شفنا لأول مرة يتعمل مسابقة اختيار ملكة جمال الذكاء الاصطناعي، وبينافس فيها عدد من الروبوتات المطورة عن طريق الـ AI حوالين العالم. الـ AI ده اللي هو الـ Artificial Intelligence، والـ Artificial Intelligence ده اللي هو الذكاء الاصطناعي. مش هتصدقوا بقى إن اللي فازت بالمركز الأول هي كنزة ليلى. كنزة ليلى بنت آلية AI جميلة ولابسة حجاب من المغرب، فازت بلقب ملكة جمال الذكاء الاصطناعي. عايزة أقول لكم إن كنزة ليلى قدرت بمساعدة الفريق اللي أطلقها واللي طورها إنها تتغلب على 1500 متنافسة في أول مسابقة ملكة جمال ذكاء اصطناعي في المغرب. والمطورين بتوعها والمدير التنفيذي للتكنولوجيا البشرية الخاص بيها حصلوا برضو على جايزة كبيرة حوالي تقريبا 20,000 دولار أمريكي. اتفوقت ليلى على منافساتها او الاي ايز اللي كانوا بيتنافسوا معاها، البنات ملكات الجمال اللي كانوا بيتنافسوا معاها، منها مثلا الفرنسيه لالينا فالينا، وهي بنت آلية برضو جميله جدا. وكمان اتفوقت على منافستها اوليفيا سي، وهي برضو بنت آلية برتغاليه وبتشتغل على دمج عالم الروبوت بالعالم الحقيقي. عايزه اقول لكم ان المسابقه دي بقى لها فتره تحت التجهيز من ابريل اللي فات، وبدأوا إن هم يقبلوا طلبات المتقدمين ويعرضوها على لجنة التحكيم علشان يختاروا الأكثر شهرة وجمال وتأثير في وسائل التواصل الاجتماعي. كنزة بعد ما فازت باللقب نزلت على صفحتها، أيوة عندها صفحة وبتتفاعل مع الناس، نزلت على صفحتها على السوشيال ميديا وقالت إنها متحمسة جدا لتصدرها المسابقة. متحمسة إزاي بالرغم من إن هي AI؟ يعني فين المشاعر؟ هي قالت كده: بالرغم من عدم امتلاكها مشاعر إنسانية حقيقية، إنما هي متحمسة جدا. تخيلوا إن كنزة عندها جمهور كبير على صفحتها وبيتابعها أكتر تقريبا من 190,000 متابع، وقالوا أعضاء لجنة التحكيم إنهم أعجبوا بالتكنولوجيا المتقدمة اللي بتقف ورا نجمة الذكاء الاصطناعي ليلى، كنزة ليلى. ده غير طبعا شخصيتها الجذابة، وبكده بقت كنزة واحدة من الشخصيات الافتراضية اللي تم إنشائها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وبتتميز بقدرتها على التفاعل مع المستخدمين وكمان بنشر محتوى فني وثقافي متنوع. وكمان بكده قدرت ثورة الذكاء الاصطناعي إنها تعمل ضجة كبيرة، وخلت ناس كتير في المجال ده انهم يبقوا مهتمين ان هم ينافسوا باختراعاتهم باستخدامهم لاحدث التقنيات التكنولوجيه علشان يفوزوا في المسابقات العالميه. زي ما قلت لكم في الاول خالص، فكره الذكاء الاصطناعي دي فكره بتخوف الناس، في بعض الناس بتخاف منها جدا وفي ناس تانية مبهورين بيها جدا جدا. حلوه فكره الذكاء الاصطناعي ما فيهاش مشكله، اللي يخوف فيها التطور الرهيب اللي ممكن يوصل الى بعد كده حاجة تنقلب بقى ضدنا أو حاجة تبقى عدوة للإنسان، لأنه الذكاء الاصطناعي ده شوية شوية بيطور نفسه بنفسه، فما حدش عارف احنا ممكن نوصل لإيه. إنما لحد دلوقتي احنا بنشوف حاجات مبهرة وحاجات حلوة جدا، من ضمنها مسابقة ملكات جمال الذكاء الاصطناعي واللي فازت فيها كنزة ليلى المغربية. يلا بقى نروح لموضوع تاني مهم برضو حابة إن أنا أتكلم مع الستات جدا جدا فيه، لأنه احنا بقالنا فترة كده بنشوف ستات كتير بيجيلها مشاكل نفسية وضغوطات نفسية وحياتها بتبوظ وهم مش عارفين السبب ايه. ما بيبقوش عارفين يعني انه الحاجات الكويسة او الحاجات الجميلة اللي بيعملوها بس كتير هي السبب في ان حياتهم تبوظ وان نفسيتهم تتعب وان هم يضغطوا اكتر واكتر. دايما في العلاقات
وخصوصا العلاقات العاطفية، احنا بنلاقي طرف بيكون مضحي جدا وبيقع في فخ الإفراط في العطاء، تلاقيه محمل على نفسه مسؤوليات فوق طاقته جدا، بيحاول يعمل أي حاجة في سبيل إنه يسعد الطرف التاني، وفي الغالب الطرف التاني ده أو الطرف يعني الطرف التاني بيبقى معتدل أو مش حاسس قوي باللي بيعمله الطرف المفرط في العطاء، وبيعتبره حق مكتسب بعد شوية. في الغالب بقى الطرف المفرط في العطاء ده بتكون الست، والست بتفسر ده على إنها حنية وحب واهتمام واحتواء. حلوة الحنية وحلو الحب وحلو الاحتواء، بس كل حاجة في الدنيا ليها حدود، لما بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها، وأول اللي هتتقلب عليهم انتي. طب ازاي اعرف انا حنينة عادي يعني، ولا انا اوفر، انا عندي عطاء زيادة، انا بعمل حاجة هتضغط على اعصابي قدام؟ تعالي اقولك، لو انتي بتعملي كام حاجة كده معينة يبقى انتي كده عندك عطاء مفرط وده هيأذيكي بعدين. بصي يا ستي، اول حاجة هتلاقي نفسك مش بترتاحي، ما بترتاحيش ابدا، 24 ساعة، في ال 24 ساعة دماغك شغالة ومجهود شغال، بتعملي كل حاجة، حاسة ان اي حاجة لو حد عملها غيرك هتبوظ، مش عارفة تدي مسؤولية بعض الحاجات لحد غيرك، طول الوقت انت شايفة ان انت اللي هتعملي كل حاجة مظبوطة جدا، وان الحاجة من ايدك انت او من دماغك انت هي دي اللي هتنفع العيلة اللي حواليك او هتنفع عيلتك، يعني سواء جوزك او اولادك. حلو، بس مش دايما، مش طول الوقت، اكيد ده بيضغط عليكي جدا، لانك ما بيبقاش عندك لحظة ترتاحي فيها، ما بيبقاش عندك لحظة تسيبي فيها مسؤولية من المسؤوليات، فطول الوقت دماغك شغالة وجسمك شغال، وطول الوقت بتعملي حاجات، حتى وانت نايمة بتلاقي نفسك بتفكري، واكيد ده شيء صعب جدا، يعني الفترة اللي المفروض تشيلي فيها الفيشة وتفصلي ودماغك ترتاح، لا بتلاقي بتصحي تلاقي نفسك ايه ده، انا ما نمتش، انا مش حاسة ان انا نمت. ليه؟ لانك بتفكري وانت نايمه كمان، هتعملي ايه في ده، وهتروحي امتى بقى، هتعملي ايه بكره، والمواعيد اللي عندك، وابنك مش عارف عنده ايه، وجوزك عنده ايه، وبنتك عندها ايه، طول الوقت دماغك شغاله ما بتنامش، زي ما بنقول دماغ شغاله مش بتنام، ودايما عندك شعور متكرر بالاستياء، ودايما حاسه ان انت متضايقه، حاسه بعدم التقدير، بتعملي حاجات كتيره جدا جدا جدا، ومش حاسه ان انت متقدره زي ما بتدي كتير، ما بيجيلكيش تقدير كتير، حاسه انك بتضحي قوي واللي حواليكي مش حاسس بتضحيتك دي، ومعاهم انتي ما بتقوليش اصلا مشاعرك، انتي بتعملي بتعملي بتعمله تدي 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 تدي، ومستنيه المقابل يجيلك اللي هم يحسوا بيه، هم لوحدهم، هم اللي يلتفتوا ليه لوحدهم، هم اللي يعملوا لك حاجه كويسه، ومعظم الناس يعني زي ما قلت في الاول بتاخد الحاجات دي حق مكتسب، او يقول لك هي كده دي شخصيتها، يعني انا مهما عملت يعني خلاص هي كده كده دي شخصيتها، ما بيبقاش متقدر ان انت بتعملي كده علشانهم، فبتحسي من جواكي بده، تحسي ان انت مش متقدره قد ما بتعملي، فبتتضايقي من جواكي، فالضيقه دي تبدا تعمل جواكي مشاحنات، حاجه على حاجه على حاجه، فتطلعي عصبيتك على جوزك، انت مش حاسس بيا، انت مش عارف ايه، انا بعمل وبسوي وانت دماغك رايقه خالص، انت بتيجي البيت ما بتعرفش حاجه عن العيال، ده بيحصل ليه؟ هيرد عليكي رد ثلاجه شويه، هو انا قلت لك اعملي كل الحاجات دي؟ بعض الناس ممكن تعمل كده، انا ما طلبتش منك تعملي ده، انت اللي بتعمليه بنفسك، هتتقتلي من جواكي اكتر، هتحسي بغصه جواكي اكتر، علشان انت عملتي 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 وكتمتي كتير ورقمتي، خليتي عندك تراكمات كتير، ولما بتطلعي فيه هو مش فاهم طالعه فيه ليه، وقبل ما بتطلعي فيه انت بتقعدي تنتقديه الاول على اتفه الامور، لانه انت حاسه ان هو ما بيعملش ربع اللي انت بتعمليه، فانت تلاقيه عماله تنتقديه، انت ما عملتش كذا ليه، انت عملت كذا ليه، هو كل حاجه على دماغي، هو كل حاجه انا اللي هعملها، ده علشان انت فعلا عماله تعملي كل حاجه ومش سايبه فرصه لحد يعمل حاجه خالص، وفي الاخر بترجعي تلومي عليهم. كمان هتلاقي نفسك اهملتي في نفسك، سواء بقى في الشكل، في الصحه، في النفسيه، اهملتي في نفسك، نسيتي نفسك. في ستات بتنسى تاكل وتشرب، في ستات بتنسى ترتاح،
بتنسى تقعد كده على الكنبه ولا على الكرسي، تفتح حاجه قدامها وتقعد ساكته كده شويه، ما بتقدرش وما بتلحقش تعمل كده. وزي ما قلت لكم بتنسى تاكل وتشرب اللي هي الحاجات الاساسيه عشان الحياه، عشان نكمل، عشان نعرف نكمل. تلاقي اخر الليل تقول لك صدق والله انا ما خدتش بق ميه النهارده، بعد ما تكون خلاص كل حاجه والعيال نامت وكل حاجه. فاكيد بالتالي هتنسي هواياتك، هتنسي الحاجات اللي بتفرحك، هتنسي تهتمي بنفسك، بمنظرك، بمظهرك، بصحتك. ف شويه بشويه لما تبصي لنفسك قدام المرايه وبتعملي كل ده وشكلك بقى دبلان وتعبان، هتتضايقي على نفسك اكتر وهتكتمي في نفسك اكتر. وكمان برضو هتلاقي نفسك في وقت من الاوقات مش عارفه تستمتعي باللحظه الحلوه اللي انت فيها. انتوا في عيد ميلاد حد من ولادك، مش عارفه تستمتعي باللحظه دي، مسافرين سفريه حلوه، مش عارفه تستمتعي باللحظه دي. دايما مخك بيفكر في اللي جاي، طب انا هعمل ايه في اللي جاي، طب مش عارف ايه، طب بكره في ايه، طب ايه، عايزه ارتب، عايزه اجهز، عايزه الحق، عايزه. فطول ما انت قاعده عماله بتفكري، ما انتيش عارفه تستمتعي باللحظه اللي موجوده دلوقتي، بالرغم انها ممكن تبقى حلوه وتقدري تستمتعي بيها وتركني اي حاجه على جنب. انما الشخصيه اللي عندها افراط في العطاء ما بتعرفش تتلذذ بالحاجه الحلوه اللي في ايديها دلوقتي، لانها دايما بتفكر في اللي جاي، دايما عايزه ترتب حياتها وحياه اللي حواليها. مش حاجه وحشه، بس حاجه حلوه بزياده، بتضغط عليكي قوي. طيب انا قلت لك كام حاجه كده يقولوا ان انت عندك افراط في العطاء. لو اكتشفتي بقى وانت بتسمعيني دلوقتي انت بتعملي الحاجات دي وعندك افراط في العطاء، تعملي ايه؟ بصي بقى، اهم حاجه اولا تفوقي لنفسك وتعرفي ان انت بتعملي كده فعلا. لازم تبقي صريحه مع نفسك، انت بتدي بزياده ولا بتدي بعقل؟ بتدي بزياده يبقى بس هنا نقطه، انا هبدا ادي بعقل. يعني ايه؟ يعني تعلمي اللي حواليك يتحملوا المسؤوليه معاكي زيك، ولادك وجوزك يتحملوا المسؤوليه زيك، تقسمي المهام عليهم. احنا هنعمل كذا، هنعمل، مش انا هعمل لكم وهعمل لكم، هنعمل كذا النهارده وهنعمل كذا النهارده. توزعي المسؤوليات علشان الدنيا تخف من على دماغك شويه، وبناء عليه هيبقى عندك شويه وقت. الوقت ده تعملي فيه ايه؟ هتخصصي لنفسك. لازم ترجعي لنفسك تدوري عليها، تعرفي انت او تدوري انت كنت بتحبي ايه وبطلتيه، كنت بتحبي ايه وكان نفسك فيه وعمرك ما عملتيه. لازم 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 تلاقي لنفسك حاجه حلوه بتحبيها وبتستمتعي بيها تعمليها في وقت فراغ ليكي. ولازم يبقى عندك وقت فراغ ليكي، لازم ساعه ساعتين في اليوم دول بتوعك، بتوعك لوحدك. محدش يطلب منك حاجه، محدش يقول لك حاجه، محدش يقول لك اعملي لي ولا سوي لي ولا شوفي لي ولا اي حاجه من الحاجات دي، انا وبس. هتقولي انا ما بعرفش اعمل كده، هقول لك لا، لازم تتعلمي تعملي كده، ولازم تتعلمي تقولي لا، لان هو ده الخطوه اللي جايه. هتقولي لا، لا انا مش قادره اعمل ده دلوقتي، لا اعملها انت، لا اعمليها انت، انا مش فاضيه، لا انا خارجه مثلا، او انا هقعد في اوضتي شويه، محدش يتكلم معايا دلوقتي، ما فيهاش حاجه، انا زي الفل، انا بس عايزه اقعد في هدوء شويه. لا لا مهمة قوي. ولما هتعرفي تقولي لا، هتعرفي بعد كده تهتمي بصحتك بقى الجسدية والنفسية، وتبقي حريصة ان انت تاكلي كويس وتهتمي بقى ببشرتك وبشعرك وبالحاجات دي كلها. الحاجات دي انا ما بقولكيش ابقي انانية، بالعكس انا بقولك هي ساعة واحدة بس، اعملي فيها اي حاجة ليكي انت، ساعتها انت هتروقي اكتر، هتبقى نفسيتك حلوة، هتعرفي تساعديهم اكتر. خدي بالك اللي بيعمل كل حاجة بدل اللي حواليه بيعلمهم الاتكالية والاعتمادية، وهو اللي بيشيل في الآخر وما بيستفدش أي حاجة. انت كده مش بتريحيهم، انت كده بتدلعيهم دلع زيادة. خلي اللي حواليك يشيلوا المسؤولية معاكي عشان انت كمان تبقي مرتاحة نفسيا وتقدري تسدي وقت المشاكل، وقت الضيق، وقت الأزمات. يبقى عندك صحة وعندك قوة وعندك بال مترتب ورايق، تعرفي تحلي. حافظي على نفسك وحافظي على نفسيتك، دي اهم حاجه دايما بنحب في انتي ان احنا نتكلم معاكي فيها، لان لولا حفاظك على صحتك وعلى نفسيتك مش هتعرفي تكملي، وحياتك هتتلخبط. التعب والارهاق والعصبيه الحاجات دي هتلخبط حياتك. عايزه حياتك تبقى مستقره، مي تايم، وقتي انا، بتاعي انا، تهتمي بيه في بنفسك في كل حاجه بقى، ظاهريا وداخليا. اتمنى كل الناس تبقى سعيده، دايما احب اقول للناس كده، بتمنى لكل الناس سعاده والله، دايما من كل قلبي، مش كلمه بقولها دايما في اخر كل طبق، لا بجد من كل قلبي بتمنى الناس كلها تبقى مبسوطه بحياتها.
النهارده عندنا ايه؟ احنا دايما بنهتم في انتي بالستات اصحاب المبادرات الايجابيه، واحنا النهارده معانا صاحبه مبادره بدايه جديده، مبادره مهمه لكل الاطفال، بتعلمهم ازاي يستفيدوا من اجازتهم ويبعدوا عن الانترنت والاجهزه الالكترونيه والالعاب العنيفه وما الى ذلك، الحاجات الكتير اللي احنا بنعاني منها مع ولادنا. هنعرف تفاصيل اكتر عن المبادره دي وانشطتها ايه من ضيفتنا اللي هتنورنا، نجلاء عياد. كمان معانا فقره مبهجه جدا لفرقه نسائيه، فرقه تياترو امل، فرقه مختلفه بيعملوا نوع جديد من الغنى الممزوج بالحكي. خلينا نعرف برضو تفاصيل اكتر عن العروض اللي بيعملوها ونستمتع معاهم النهارده بغناهم، وطبعا باللقاء معاهم هينورنا امل فتحي وداليا ابراهيم وليديا باسم. بس خلونا نطلع لفاصل سريع ونرجع نبدا معاكم فقراتنا ونستقبل ضيوفنا، استنونا. بمناسبة بقى الأجازة الصيفية، ضيفتنا النهاردة قررت إنها تعمل مبادرة جميلة للأطفال. ليه بقى؟ علشان تقلل عدد الساعات اللي بيقضوها الأطفال على الإنترنت والألعاب الإلكترونية، بقى الآيبادز والبلاي ستيشن، واللي ما عندوش بينزل يأجر حاجات زي كده، فعلى طول الوقت بيلعبوا ألعاب إلكترونية ونسيوا خالص إن هم يستخدموا إيديهم أو يعملوا حاجات مفيدة. طب ازاي يعرفوا يستثمروا وقتهم في حاجه مفيده؟ ده اللي هنعرفه اكتر عن مبادره بدايه جديده من ضيفتنا اللي منورانا النهارده في استوديو انتي، نجلاء عياد. اهلا وسهلا بيكي يا نجلاء، مبسوطه بوجودك معايا. نجلاء، ازاي جات لك الفكره؟ اول سؤال طبعا لازم اعرفه، منين جات لك الفكره بتاعه بدايه جديده؟ ليه قررتي تعملي المبادره دي؟ كبداية جديدة هي تأهيل النفسي للمطلقات، هنتكلم بقى عن سريعا كده. من 12 سنة أنا كنت عاملة المبادرة اللي هي بداية جديدة تأهيل نفسي مطلقات وأبنائها. بدأنا أن أنا أخد بعد بقى ما يعني ما اشتغلت على المطلقات الأمهات المعيلات، بدأت أن أنا عايزة أشتغل على الأبناء نفسهم ولادهم بقى بالظبط. في 2019 عملنا ورشة رسم أنا والفريق مبادرة بداية جديدة في القاهرة، وكانت بتطوع من فنان تشكيلية، وضمينا معاهم دار أيتام. الموضوع لقى استحسان، ولقى يعني كان الولاد متشجعين جدا، عملنا لهم حفله تكريم، وبدانا ان احنا عايزين الولاد ان هم يقضوا الصيف في حاجه مفيده. 2020 بدات الكورونا، وكنت انا كنت بستعد المفروض ان احنا نعمل ورشه برده صيفيه، بس ما كانش ينفع. حبينا ان احنا نعمل حاجه، يلا نشجع اولادنا وهم قاعدين في البيت عشان ما يحسوش بالملل. بدانا ان احنا نعمل برده مع الفريق جروب على الفيسبوك. وبدانا ان احنا عايزين ناس تتطوع معانا انها تدخل تقدم ورش مجانيه. والفكره ان احنا عايزين الاولاد يعملوا حاجه بايديهم، وبرده انا كنت دايما مستهدفه معايا الالعاب العنيفه، ان انا عايزه ابعدهم عن الموبايل خالص، ان هم ما يستخدموش الالعاب دي. بدانا ان احنا نلاقي تجاوب شويه بشويه. ليا صديقه من العراق، لقيتها بتدخل معايا بتقول لي طب انا عايزه ان انا اطوع معايا اصدقاء مدربات وبرده من العراق، وان هم برده يدخلوا معانا. لقيت الموضوع كبر، ان هو مش بس مصر، لا دخل معانا كمان من الوطن العربي. دخلنا اطفال من مصر والوطن العربي. عملنا شغل كان حلو جدا. وكان الفكره ان احنا كنا برضو بنعمل نظام سباق، يعني مسابقات، علشان برضو نشجع الاولاد. وبدانا احنا نسلط الضوء بقى على برضو الثقافات، اختلاف طبعا الدول، اختلاف الثقافات. وبقينا نطلق ورش، خاصه ان احنا كمان في مصر عندنا دلوقتي ثقافات كتير مختلفه، يعني عندنا زوار كتير وضيوف كتير. بالظبط. وبدا الموضوع ان هو الولاد بداوا يتشجعوا ان هم عايزين يتنافسوا مع بعض علشان خاطر ان هم برضو يعني عاملين شغل حلو معانا في الورشه. وبدانا ان احنا ناخد ورش كتيره من كتير متدربين، يعني متدربات ومدربين برضه، ان هم تطوعوا معانا من مصر وزي ما قلت حضرتك من الوطن العربي.
نيجي بقى في 2021 كنت بشتغل مدرسة تربية موسيقية وتعليم لغة إشارة. تمام. حبيت أعمل حملة في المدرسة. حلو. مع الطلبة بتوعي وقتها. فحبيت ان انا اعمل ازاي ان احنا نقضي على لعبه معينه انا كنت مستهدفاها. هي دي اللي انا شايفه ان كل يعني عامله لهم حاله هوس وحقيقي اللفظ اللي انا هقوله او المصطلح اللي هقوله هو كان ادمان. ان ازاي ان احنا نتخلص منها. لما بدات اتكلم مع الولاد كونوا فرق ويلعبوا مع بعض اونلاين بالظبط كده. وهي لعبه الحروب متهيألي انتوا المفروض تكونوا يعني عرفتوها. ايوه بالظبط كده. بدات ان انا الاقي الاطفال من اولى ابتدائي بيلعبوها لحد تالتة اعدادي. اولى ابتدائي. لما كنت اتكلم مين معاه بيلعب لعبه دي انا بلعب اللعبه دي. وهم بيقولوها بقى فخر. واللي هم بقى عندهم انتصارات وعندهم مستويات بيحققوها في اللعبه دي وبيشحنوها بفلوس برضو. وعشان ياخدوا اسلحه معينه ومش عارف ايه حاجات زي كده. ولدرجه ان هم كمان ممكن يكبروا الاكونتات بتاعتهم على اللعبه دي ويبيعوها. يعني ايه برضه بيستثمر يعني بالظبط. فالمهم انا حبيت ان انا اتناقش مع الاولاد وبدات ان انا افتح معاهم الكلام. طيب انتوا بتستفيدوا ايه؟ لقيتهم هم بقى بيتكلموا سلبيات اكتر من ايجابيات. وانا خليتهم هم اللي يتكلموا من نفسهم يطلعوا السلبيات. حلو. كانت السلبيات ان هم من ضمن الحاجات ان هم بينعزلوا. واحد بيقول لي انا بقعد في الاوضه بتاعتي بطفي النور ما بحبش ان انا اتكلم مع حد. حد تاني كان بيقول ان هو بيتعلم الالفاظ الخارجه لان هي اونلاين وبيبقى فيها دايما مشاحنات كتيره. وكذلك برضو في حد كان بيقول لي مثلا هم ما بياكلش. والبنات كذلك بتلعبها. لما بدات ان انا اطلق الحمله طب تعالوا ان احنا نحاول ان احنا نقضي على الحمله على اللعبه دي ونعمل حاجه جديده اسمها مكافحين. نكافح لعبه الانترنت. حبيت ان انا ادخلهم هم كمان في لعبه. ان احنا تحدي بس تحدي مفيد بالظبط كده. الموضوع ما كانش بالسهل. كان في ولاد بتبكي مش عايزه تسيب اللعبه مش عايزين يسيبوا اللعبه. في واحد يقول لي ميس انا كبرت الاكونت بتاعي. انا وصلت الليفل حلو طب ابيعه. طب يعني كان بيعمل برضو ايه اللي هو استعطاف. فلما يعني انا قلت لهم بصوا هو قرار اللي يعني انا شايفه ان طالما ان انت شايف ان اللعبه دي مؤذيه وانتوا قلتوا السلبيات بتاعتها وكانت في سلبيات كتيره كمان للعبه دي نحاول ان احنا نقضي عليها. وبدات ان انا اتكلم معاهم ايه مخاطر اللعبه دي وزياده برضو اكتر ان انا بقيت اعمل توعيه بقيت اجيب قصص حصلت حوادث حصلت فعلا. لقيت بقى ان الاولاد هم المفروض انا قايله لهم تعالوا ننشر الموضوع ما بين الاصدقاء والاقارب ونبدا ايه بنفسنا ثم نوسع الدائره. جم قالوا لي بابا بيلعب اللعبه ماما بتلعب اللعبه. اصبح ان انت مش بقى بت 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 بتوعي بس الاطفال ده انت لازم كمان بقى تجيب الاباء نفسهم. فكان بالنسبه لي الموضوع واخد هو خد وقت شويه بس على يعني الحمد لله بعد كده قدرنا ان احنا نكافح اللعبه دي. وكان في تعاون الحمد لله بيني وبين اولياء الامور. اللي هم برده كانوا مثلا بيتواصلوا لا ده الولد نزل اللعبه تاني. فانا كنت بسيب كل واحد براحته. انا عايزاه هو اللي يجي يعترف يعني يقول انا رجعتها تاني. الولاد كانوا في صراع هم مع نفسهم نفسي. اللي هو انا اشيلها لا انا ارجعها اشيلها ارجعها. وفي الاخر خالص لا اشيلها. لما لقى ان الموضوع فعلا لا ما ينفعش قدروا ياخدوا القرار السليم. القرار كويس قوي. وكانت هي بقى دي الحمله اللي انا اطلقتها في 2021 في مدرسه. كنت يعني اول حد يعمل حاجه زي كده في مدرسه. كانت البدايه من 2021. بصي الحقيقه احنا سعداء جدا احنا كأنتي وفريق انتي سعداء جدا جدا بالمبادره دي. حتى يمكن احنا كنا اتكلمنا عنها في الانترو من حوالي اسبوعين وكنتي معانا على التليفون ووعدتينا ان انتي تجي لنا من اسكندريه مخصوص عشان نتكلم بتفاصيل اكتر عن المبادره لان حقيقي هي مبادره حلوه ومهمه جدا جدا. وده دور الاعلام ان هو يساند المبادرات المهمه ويدعمها ويساعد على نشرها لان هو ده اللي بيخلي الناس عندها وعي اكتر يعرفوا يتعاملوا ازاي مع اولادهم في الحاجات اللي زي دي واللي ممكن نكون احنا شايفينها بسيطه بس هي بتؤدي لمشاكل بعد كده. حقيقي. طبعا احنا يعني المبادرات اللي احنا بنهتم بيها اكيد المبادرات اللي بتهتم بالطفل والمراه ومن ضمنهم مبادره بدايه جديده. بدايه جديده بقى من سن كام سنه الطفل يقدر يشارك معاكي في المبادره يا نجلاء؟ احنا كنا في الاول يعني استهدفنا من 6 سنين. لا دلوقتي احنا مستهدفين من 5 سنين. من 5 سنين اللي عندهم برضو بيعرفوا يطلعوا يعني شغل معانا حلو كانوا بالرسومات حتى او بالحاجات البسيطه قوي اللي هي شغل الهاند ميد لحد 15 سنه.
احنا مستهدفين من 5 سنين لحد 15 سنه. حلو قوي من سن 5 سنين، لان انت قلت لي ان اولى ابتدائي واولى ابتدائي يعني بتبقى مثلا 7 8 سنين. بالظبط كده. طيب احنا معانا على التليفون سهير حسين، هي وليه امر او والده حد من الاطفال اللي مشارك معاكي في المبادره. اهلا وسهلا بيكي يا استاذ سهير. اهلا بيكي، منورانا. ربنا يخليكي يا رب. ازيك يا نجلة؟ ازيك يا سهير. سهير معانا برضو من فريق مبادره بدايه جديده. طبعا انا برحب بيها. بنرحب بيكي طبعا. وعايزه اعرف منك ايه الفرق اللي انت حسيتيه او لمستيه لما ابنك ولا بنتك اللي معاها مع نجلاء في المبادره؟ ده النوته نور. لما طب كويس قوي، شفتي فيه تشابه اهو. لما نور دخلت المبادره، ايه الفرق اللي انت حسيتيه في نور، في سلوكها وفي طريقتها وفي الحاجات اللي ممكن تكون اتعلمتها من المبادره؟ بصي انا اصلا يعني كنت بشتغل في مدارس تقريبا بقالي 21 سنه. فمن ايام ما كانت كوكي عندها تقريبا 4 سنين او 5، وانا بدات اول حاجه اعملها ان انا اجيب لها الوان وادوات ونبدا نرسم مع بعض. وبقيت تخش على الكمبيوتر وهي صغيره برضو، وكانت بجيب لها تعليم رسم وحاجات زي كده، بحيث ان هي تشغل وقتها وفي نفس الوقت تستفيد بحاجه، حاجه مفيده، ما يبقاش كله ان هي بتتفرج على كرتون والعاب وكده. ما كنتش يعني ما كنتش مفضله الموضوع ده قوي. بعدين لما طبعا بقينا مع نجلة في المبادره، وكانت في 2019 قالت على موضوع الورشه وكده، طبعا احنا اول ناس كنا حابين ان احنا نشارك في الموضوع. فكرة الورشة ان هي بدل ما الولاد بيقضوا الاجازة ان هم يقعدوا يلعبوا ويتفرجوا على التلفزيون كتير او يخشوا على المواقع، وطبعا انت شايفة الحاجات المبتذلة او الموجودة، لما هم بيشتركوا في انشطة زي الرسم او الميوزك او ان هم يتعلموا لف وتدور وكده، يبقى هم بيستفيدوا من الاجازة بتاعتهم بحاجة، وفي نفس الوقت الالعاب دي بتخلي عندهم توحد يعني بيبعدوا عن الواقع خالص، ما بيبقوش عندهم حياة اجتماعية، تحس ان هم عايشين في الدنيا مش موجودين معاكي. لكن الأنشطة دي بتخليهم بيبقى فيه مشاركة وبيبقوا حابين ان هم يعني يخرجوا بقى من عزلتهم، بقى يتعلموا حاجة فعلا، يستخدموا ايديهم، يستخدموا مخهم، يعني عايزين نشوف العيال بتلعب زي ما كنا احنا كمان بنلعب زمان، يعني في الألعاب اللي فيها الأفكار ويعملوا كرافتس ويعملوا حاجات حلوة كده. أكيد طبعا. أكيد. جميل. فهي الفكرة كلها ان انا ما كنتش حابة ان هي تفضل تقعد ساعات كتير على الموبايل وتبقى عايشة في عالم لوحدها، لكن هي لما بتشترك في ورشه بتخش شويه في حاجات خاصه بالرسم، اعاده تدوير، بتخش على التعليم بتاع البيانو مثلا في الغرب. حلو قوي. هي عندها كام سنه دلوقتي يا استاذ سهير؟ حاليا هي دلوقتي 15 سنه. ما شاء الله ما شاء الله، دي كبيره دلوقتي. ما شاء الله. طب عظيم. طب احنا ممكن نكلمها لو هي معاكي ولا؟ طبعا طبعا من فضلك. مع حضرتك. عايزه اقول لحضرتك حاجه، نور هي اللي عامله لنا تصميم الجروب وبقى لها 5 سنين معانا. ما شاء الله ما شاء الله. نور ده حضرتك نورهان ولا نور؟ نور. نور اهلا وسهلا بيك يا حبيبتي. احكي لي عن تجربتك يا نورهان بقى في بدايه جديده وفي المبادره، انت اتغيرتي ازاي وايه اللي حبيتيه وايه اللي اتعلمتيه وايه الحاجات اللي بعدتي عنها؟ اول حاجه انا اتعرفت على طنط نجلاء لما ماما كرمت امي بالتاليه في 2017. طبعا انا وماما شاركنا في المبادره وتطوعنا فيها. برافو. 2019 خلته معلش انا اسفه. ولا يهمك حبيبتي. طنط نجلاء تمام. قالت ان هي عايزه تعمل ورشه عشان تبعدنا عن التليفون ونتعلم حاجات كتير ونبقى يعني مبدعين فيها. بس في 2019 كنا بنروح النادي وكنا بنتعلم رسم، وكان في مسابقات، وكنا دايما انا مع اخواتي من دار الايتام كنا بنرسم سوا، بنشترك في مسابقات. عظيم. برافو. بس طبعا بعد فيروس كورونا طبعا خلينا الورشه اونلاين. انا بقى بقيت بشارك فيها ان انا يعني دخلت في الرسم وبتعلم العزف على الاورج، وكمان انا صممت اغلاف في الورشه. وعرفتي تقنعي حد من اصحابك ان هو يكون معاكي، او تقنعيه ان هو يبطل شويه الالعاب الالكترونيه ويجرب الحاجات الحلوه اللي انت بتعمليها؟ طبعا قعدت يعني قعدت اقول لاصحابي ايه رايكم نشارك في الورشه، برافو عليكي، قاعدين بنلعب على التليفون كتير، نتعلم مع بعض حاجه وممكن نعمل فرقه مع بعض. شاطره يا نور والله، برافو جدا. بشكرك بشكرك جدا جدا يا نور، وبشكر استاذه سهير، وبشكرهم كمان على تقبل الفكره. ما اصل مش سهل ان انت تغيري حد بيعمل حاجه بيحبها وشايف ان هو كده مبسوط وسعيد، يعني انت جايه تغيري الحاجه اللي انا سعيد بيها، واكيد ده اللي بيحسوا اطفالنا لما بنقول لهم سيبوا التليفون. بالظبط. ازاي اقول لابني سيب التليفون من غير ما يتضايق مني؟
واحده واحده ده اولا. يعني انا برضو كنت معايا المعاناه دي مع ابني برضو. ان انا ازاي اخليه هو كمان يستغنى عن الموبايل او الالعاب. ماما غلطه. ماما دايما عايزاني مش عايزاني امسك تليفون. ماما مش عايزاني العب بلاي ستيشن. انا امسك التليفون بس ولد او بنت بقى ساعتين في اليوم كله كتير. وفي نفس الوقت ان انا يعني عايزاه يلعب حاجه هادفه. يعني مثلا انا ابني يعني منزله لعبه الكوره فوتبول هو بيلعب عليها. برنامج اللي هو الالوان التصميم. استغنينا عن الالعاب الثانيه اللي هو كان يعني برضو بيحبها جدا كان من صغره بيلعبها اللي هي البابجي برضو. سوري معروفه هي كده يعني معروفه. فهي دي الفكره ان هو انا استهدفت اللعبه بسبب كده بسبب ان انا لقيت ان هو بدا فعلا ينطوي مع نفسه. لقيت الموضوع واخد شق ثاني خالص. يعني فعلا ممكن يوصل لموضوع التوحد. فطب ساعات طويله جدا ولا عايز ياكل ولا يشرب ولا يروح التمرين وهو في مهمه دلوقتي. انا مش هينفع اسيب المهمه. بعدين لما تكلميه او تطلبي منه حاجه بينفعل عليكي. هو طب انت بقى يعني اللعبه دي مسيطره كده على على اعراض الادمان الحقيقي اللي احنا عارفينه اللي هو ادمان المخدرات اللي احنا عارفينه لا ده ادمان الالكترونيات وادمان الالعاب العنيفه او القتاليه. بالظبط كده. فطبعا انا بحيي اولا عايزه احيي كل حد انضم معانا في المبادره من مدربات وكده فعلى اساس ان هم برضو ساعدوني. هم على فكره كل واحده بقت تنضم تضم عيالها اولادها معانا. زي مثلا سهير ضمت نور ضمت الطلبه اللي معاها في المدرسه. فدي برضو كانت بالنسبه لنا ان احنا ازاي ان احنا برضو نستقطب الاولاد وازاي ان احنا نقول لهم تعالوا وازاي تسيبوا الموبايل وازاي ان احنا نقولوا اشتغلوا بايديكوا. ده برضو ما كان واخد مننا برضو مجهود برضو. يعني مش ما كانش الموضوع برضو بالساهل. ولا زلنا على فكره في كتير بينضموا لينا برضو. يعني في امهات تيجي تقول لي انا مش قادره اسيطر على مش عارفه مش عارفين يسيطروا على اولادهم في الموضوع ده. والعيال بتعترض يعني بتعترض وبتعبر عن اعتبارها عن اعتراضها. سوري. وفي امهات فعلا بتقول خلاص هم احنا خلاص يعني كبروا ومش قادرين احنا يعني نسيطر عليهم. انا بحس بده بالاستسلام ده بحسه يعني عارفه اللي هو بيبقى برضو ايه ضعف من الام. في نفس الوقت انت بعد كده بصي لقدام يعني الابناء دول هيبقى ايه مصيرهم. جميل. طيب احنا معانا برضو على التليفون معانا هدى برضو ولية أمر لطفل من الأطفال اللي موجودين معاكي في المبادرة. أهلا وسهلا يا أستاذة هدى. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي منوراني. أهلا بيكي. كلميني برضو عن تأثير المبادرة على البيت وعلى عاصم ابنك. هو الحقيقة عاصم ابني يعني الموضوع فرق معاه لأنه ابتديت أخليه برضو ما يستغناش عن الموبايل لكن يوظفه التوظيف الصح. عظيم. بمعنى ان احنا مش هنقدر ناخد منهم الموبايل ونحطه في الدولاب ونقفل عليه. اكيد. ده مش شيء مقبول. لكن احنا ممكن نوظفه توظيف ايجابي. بمعنى ان انا مثلا في اماكن كتير بتعمل مثلا مسابقات زي المبادره اللي احنا بصددها. بنصور بنخلي الولاد يعني يخرجوا للشارع يصوروا مشاهد منها ان هم بيزود عندهم المعلومات العامة اللي هي خارج اطار المناهج الدراسية. بيشوفوها بشكل عملي. يتعرفوا على شخصيات زي مثلا انا اخترت لابني ان انا ازور يعني اخليه يعمل زيارة للمتاحف القومية. المتاحف القومية اللي هي زي متحف احمد شوقي متحف طه حسين واجهة المتحف متحف محمود خليل. المتاحف دي هو بيصور الواجهة بتاعتها وبيقول ده متحف كذا في المكان كذا. او مثلا مكان زي مكان عزيز على قلبي انا بحبه اللي هي منطقة المعز بخليه يخرج يصور مشاهد وبعلمه يعني حاجة زي ان هو يعمل صور ويصور ويتكلم اثناء ما هو بيصور. والفيديو ده مثلا ممكن بندخل بيه مسابقة بندخل بنعرضه على صفحته او على صفحتي على الفيسبوك بيجيب مشاهدات الناس بتستفيد وهو بيستفيد وفي نفس الوقت برضو ما سابش الحاجه اللي هو بيحبها. بالظبط. اللي هو يحس ان هو حقق حاجه وان هو بينجح وان هو مؤثر في المجتمع. بالظبط. صحيح. هو عاصم عنده قد ايه؟ عنده هو رايح اولى ثانوي رايح ثانيه ثانوي. هو في اولى ثانوي رايح ثانيه ثانوي وبيدرس برضو من خلال بيدرس في الكونسرفاتوار وهو يعني بيغني.
ما شاء الله. فاستغليت برضو حتة ان هو بيغني، ففي اثناء ما بيصور هو بيصور المشاهد وبيتكلم عنها، وفي الاخر بيغني جزء مثلا حاجة لمصر، حاجة وطنية، على حسب المكان اللي احنا بنكون موجودين فيه. ما شاء الله. وعاصم من ذوي الهمم صح؟ عاصم من ذوي الهمم، متحدي اعاقة التوحد. حبيبي ما شاء الله عليه. لا ما شاء الله، يعني ما شاء الله الولد جميل وذكي وحابب ان هو يعمل حاجه حلوه. كان من جواه يا هدى حاسه ان هو نفسه يعمل الحاجات دي بس مش عارف الطريق ازاي. ما هو ده بقى دور الاهل، دور الاهتمام الاهل بحاجه زي كده بالظبط. ان هو بنوجههم بس، يعني صحيح. انا بوجههم يعني هنعمل كذا كذا، يلا اعمل انت بقى بنفسك. انا بحييكي جدا والله يا هدى. لا بجد برافو عليكي، وسعداء جدا بيكي وبتجربتك، وسعداء بعاصم ما شاء الله، ربنا يحميه ويفرحك بيه دايما يا رب. بشكرك جدا يا هدى، شكرا ليكي. حاجه جميله جدا انك كمان يكون معاكي اولاد من ذوي الهمم، لانه اولاد ذوي الهمم بيبقى ليهم برضو طريقه تانية، محتاجين صبر، محتاجين استيعاب اكتر وعطاء اكتر. ف ازاي برضو بتعرفي تتعاملي مع اختلاف الاولاد؟ يعني مش بس اولاد ذوي الهمم هم اللي بيبقوا محتاجين ده، في الاولاد العنيدة، الاولاد العصبية، الاولاد اللي عندهم انطوائية، في كتير، في الاولاد بتختلف. حقيقي انا اولا بحب اوجه برضو التحية للاستاذة هدى. الاستاذة هدى بس مش بس ام العاصم فقط، ام برضو معانا ان هي في الاولاد، وكذلك بتشارك معانا في المبادرة ان هي اطلقت مسابقة للاولاد ان هم يصوروا الاماكن السياحية او الاماكن الحلوة اللي بيحبوها، وبرضو بتشجعهم ان هي يعني برضو هيبقى فيه برضو مكافأة وكده يعني. ففكرة الاولاد ازاي احنا بنتعامل معهم، اولا انا يعني انا نفسي بتفاجئ بيهم، بتفاجئ بمواهبهم الجميلة جدا. يعني احنا عندنا على الجروب السنة دي انضم لينا، يمكن هم ذوي الهمم معانا مدربة جميلة جدا من أصحاب القدرات الصوتية والسمعية ما شاء الله. ومعانا برضو بنوتة جميلة جدا اسمها سلوان بتقدم المقامات الشرقية الله. جميلة جدا. أنا يعني تعاملي معهم إن أنا بشوف الشغل بتاعهم، وهو اللي أنا بشجعهم، وإن أنا بحاول إن أنا أوصل اللي هم بيعملوه ده على قد ما بقدر، بحيث إن الناس تشوف الجمال، تشوف إن إحنا عندنا ولاد جمال جدا إزاي. طبعا 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 أنا بشكر كل الأمهات اللي هم أبنائهم من ذوي الهمم، هم الأساس، هم اللي بيعانوا، هم اللي تعبوا. يعني أنا بالنسبة لي أنا بشوف الجمال بقى اللي هم يعني، او احنا بنشوف في الاخر الصوره الجميله اللي احنا بتوصل لنا بسبب يعني فيديوهات بنشوفها او مثلا رسومات. معانا يعني الولاد بصراحه يعني موهوبين جدا جدا من ذوي القدرات الخاصه ما شاء الله عليهم ما شاء الله. التعليقات بقى وردود الافعال لما بدات المبادره تحقق على ارض الواقع انجازات، ردود الافعال جات لك عليها عامله ازاي؟ والناس بدا يعني هل بدا الناس تيجي اكتر وتقول لك اكتر احنا عايزين ولادنا يبقوا مشاركين معاكي؟ وهل في اماكن لكل الاولاد؟ يعني النهارده كمان بعد الحلقه ممكن الموضوع يزيد اكتر واكتر. خليني اقول للمداخله المره اللي فاتت كانت حلوه جدا، لانه فعلا في تواصل معانا مدربين مدربات حابوا ينضموا لينا، وقالوا ان هم شافوا سمعوا المداخله، وان هم يعني كانوا اول مره يعرفوا ان في حاجه موجوده يعني. الحمد لله كويس بجد، بشكركم جدا عليها. احنا دلوقتي شغلنا كله على الفيسبوك، يعني احنا على ارض الواقع احنا موقفين شغل من ساعه 2019. احنا كل الاستهداف بتاعنا ان احنا وانت قاعد في مكانك اونلاين، لان ما حدش في كتير ما بيقدرش ان هم ينزلوا ما بيروحوش. وانا يمكن بحاول اعوض حاجه برضو، يمكن انا كنت عامله مناشده المره اللي فاتت لوزاره التربيه والتعليم ان المدارس النوادي الصيفيه مش متوفره في كل المدارس حقيقي. فانا بعمل شغل وانا قاعده في البيت، اللي هو انا مش هخلي الام ترهق وتنزل وتوديه نادي عشان يتعلم او كده، او الطالب ينزل، لا انا عامله لك حاجه موجوده. التعليقات كانت حلوه جدا، الناس يعني ناس كتيره متحمسه، في ناس متفرجه، خليني اقول برضو اللي هم عايزين يشوفوا بعد كده ايه. ودي بقى انا بشوف ان هو برضو يمكن عايز يحاول ان هو يبقى مع اولاده يعمل حاجه، بس هو مش قادر ياخد الخطوه دي. زي ما قلت لحضرتك ان الولاد اصلا انت عشان تتعاملي معاهم انت بتكافحي يعني، فاهماني ان انت فكره ان انت تقضي على لعبه او تخلي
اقعدها مع التليفون يروح يتوجه لحاجه مفيده. برضو في امهات مش بتقدر انها تعمل كده. بس احنا بنحاول ان احنا بتستسلم لرغبه ابنهم ولادهم سواء ولد او بنت. بالظبط كده. طيب احنا معانا على التليفون اول طفل في مبادره بدايه جديده، معانا ريبال على التليفون. اهلا بيك يا ريبال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك؟ ازي حضرتك، عامله ايه؟ جربوا فيك انت. الحمد لله يا حبيبي. جربوا فيك انت الاول يا ريبال. نعم. ماما جربت فيك انت الاول. طب قول لي بقى عن تجربتك بقى، وحبيت ايه وسبت الموبايل ازاي؟ احكي لي كده، كنت حاسس بايه في الاول ودلوقتي حاسس بايه؟ انا بدات لما ماما بدات المبادره سنه 2019. بدات لما يعني انا كنت اول واحد بدا في المبادره. وقلت يعني شاركت في المبادره عشان اطور مهاراتي، يعني مهاراتي اليدويه والرسم واعمل كده. شطور، برافو. وبعدين طيب قول لي بقى وصلت لايه، ودلوقتي معاك زمايل كتير جدا جدا، دورك معاهم ايه بقى؟ قول لي. طبعا انا يعني اول ما دخلت دعيت يعني بعض يعني دعيت صحابي برافو. ان هم يشاركوا في المبادره، وفعلا يعني قالوا لي شكرا ليك، يعني عشان هم اتعلموا يعني مهارات جديده وبداوا يطلعوا طاقتهم وكده. برافو يا ريبال، برافو جدا جدا. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 13 سنه. ما شاء الله يا حبيبي، ما شاء الله. طبعا ابنك ريبال يعني حاجه جميله جدا، ان هو بعد لما تفكري في حاجه اول حاجه بتجربيها مع ابنك وتنجح ويبقى معاكي، هو داعم ليكي يعني بالرغم من صغر سنه. احكي لي برضو عن دعمه ليكي، بس الاول خليني اشكره. انا بشكرك جدا جدا، انت شاطر وجميل وان شاء الله ماما تفرح بيك دايما يا رب. كلميني يا نجلاء عن دعم ريبال ليكي. طبعا انا ريبال بالنسبه لي برضو يعني يمكن لو انا هقول ان انا عملت المبادره يمكن يعني كان ريبال هو السبب في ده، لانه واحنا قاعدين في البيت ما بنعملش حاجه. وزي ما قلت لحضرتك هو قاعد زهقان وحاسس بملل، مش عارف يعمل حاجه. انا بشكرك يا ريبال بجد ان انت كنت داعم ليا، وهو برضو تشجع قوي الاول ما قلت له طب تعالى ادخل، طب تعالى جرب. انا بجيله الشكر عشان برضو هو اللي مشجعني برضو، يعني او هو كان بدايه التشجيع كان ريبال. حقيقي طفل غير لماما، لو سمحتي انا عايز العب اللعبه دي، ويفضل بقى يتحجج وكده، انما بالزبط. هو ما شاء الله عليه. بالظبط. فكان الموضوع بالنسبه لي الحمد لله يعني يمكن كان سهل برضو مع ريبال، على اساس ان انا يعني انا عارفه هو بيحب ايه. ولما لقى ان في ورش فيها رسم حب قوي الموضوع ده، وفعلا نمى مهارات الرسم من خلال الورش دي حقيقه. بدا ان هو برضو عايز يشوف حاجه اكتر او عايز يشوف ايه الجديد، ف يعني احنا مثلا عايز يتعلم حاجه. فاحنا مثلا عندنا دلوقتي في تعليم الموسيقى، في مايسترو معانا بيعلم الموسيقى. بدا ريبال، انا عندي اورج، فهو بدا ان هو رغم ان انا مدرسه ميوزك وكنت بسيبه اشوف هو لو هو هاوي الموضوع ده انا هعلمه، يعني كنت دايما اقول عايز تتعلم اعلمك. هو مع نفسه لما لقيته هو بدا ان هو عايز يعني يجرب بقى درس وحب يطبقه. انا فرحت بده وصورته ونزلته على اساس ان انا برضو ايه ان برضو اشجعه، وفي نفس الوقت برضو ان الولاده هي برضو بتاخد خطوات كويسه من نفسهم من نفسهم. بالظبط كده. فبالنسبه لي انا برضو فكره ان انا او انا بتمنى ان كل ام بجد زي ما حصل معايا، بصي لابنائك، بصي ان انت يعني ما تقوليش انا مش قادره ان انا اسيطر على الولد او البنت. لا، بصي لقدام، بصي ان انت تعلميه حاجه كويسه. يعني بالنسبه للبنات احنا بنقدم على فكره في الورشه اللي هو الخياطه والكروشيه. الحاجات دي جميله قوي، يعني الحاجات دي بالنسبه للبنات لما تقعد تعملها وتشتغلها يعني الحمد لله. يعني انا بالنسبه لي زي ما قلت لحضرتك مع ريبال كان الموضوع يعني الحمد لله هو اداني كمان الدافع. الحمد لله. انا بحييه والله جدا جدا، هو وكل طبعا الاطفال اللي موجودين معاكم، سواء ريبال، عاصم، نور سلوان. كل الاسامي اللي قلتيها واللي ما قلتيهاش انا بحييهم جدا جدا، ولهم يستمروا وقولوا لاصحابكم واعملوا حاجات حلوه في الصيف، استخدموا ايديكم واستخدموا عينيكم ومخكم، وسيبوكم بقى يعني تليفون حلو وجميل ومعانا على جنب، بس ممكن نستخدمه نصور بيه الحاجات الحلوه اللي احنا انجزناها وعملناها، ونوري للناس كلها ان احنا عندنا طاقات وعندنا مهارات. سواء انا لاحظت ان احنا هنا بنكتسب او الولاد يعني بيكتسبوا مهارات حياتيه ومهارات فنيه وحسيه، فحاجه حقيقة. جميله جدا جدا. نجلاء اخر حاجه بتتمني ايه لمبادره بدايه جديده؟ نفسك في ايه؟ انا حقيقي نفسي انها تكبر، ونفسي ان يبقى يعني
نفسي انها تكبر، نفسي الولاد حقيقي ان هم كلهم يبداوا ان هم يشتغلوا بايديهم ويبعدوا عن العاب الانترنت ونفسي وزاره التربيه والتعليم حقيقي يعني يبقى في يعني انا لو هناشد برضو للمره الثانيه انه يبقى في المدارس اللي احنا بنقدمه ده اونلاين يبقى موجود على ارض الواقع، يبقى ده هيساعد معانا اكتر. فده اللي بتمناه يعني ان احنا لولادنا ان احنا نهتم قوي ان هم يشتغلوا بايديهم ويبعدوا خالص عن العاب الانترنت العنيفه. يا ريت ده بجد بشكرك جدا وبضم صوتي لصوتك وما عنديش اي يعني انا بجد عندي انا كمان نفسي انه الولاد يرجع النادي الصيفي تاني او السمر كامب او ايا كان في المدرسه هتسموه ايه، خلوا الاولاد في الصيف يرجعوا يروحوا المدرسه ويعملوا انشطه ويعملوا حاجات حلوه هم حابينها حتى كمان عشان يتعلقوا بالمدرسه اكتر وقت الدراسه، هتبقى حاجه بالنسبه لهم جميله. بشكرك قوي قوي يا نجلاء على وجودك معايا وعلى المبادره وعلى المجهود الرائع ده، واتمنى لك دايما النجاح في كل خطوات. شكرا لك. كانت ضيفتي نجلاء عياد صاحبه مبادره بدايه جديده، وكنا نكون خلاص خلصنا فقرتنا، هنطلع لفصل سريع ونرجع نكمل معاكم، استنونا. هموم الخلق عمرها اطول من عمر ابن ادم، يبقى انسى ازاي؟ وازاي انسى اذا كان الزمن هو اللي ناسي حاجه جديده؟ هتبقى عبد ولا هيشتريها؟ زمن عمره ما افتكر غير اللي هو عايز يفتكره بس. يا ورده قولي ما تخافيش ما تخافيش، بيحبني بيحبني ما يحبنيش. يا ورده قولي ما تخافيش ما تخافيش، بيحبني بيحبني ما يحبنيش. بيحبني ما يحبنيش، بيحبني ما يحبنيش، بيحبني. والحب معانا دلوقتي بقى فقرة مبهجة جدا مع فرقة تياترو أمل، ودي فرقة نسائية زي ما شفنا كده الفيديو، ثلاث بنات زي القمر، قدروا يعملوا حاجة جديدة في عروضهم وهي انهم يعملوا ميكس بين الغنى والحكي. العروض بتاعتهم بتعبر عن المرأة وعن مشاعرها وعن حكاياتها، خلونا نعرف منهم بقى التفاصيل، بدأوا ازاي وبيعملوا ايه وكمان بيعرضوا فين، خلينا نعرف كل حاجه كل التفاصيل. بس خلوني الاول ارحب بيهم واقول لكم مين اللي معانا. احنا معانا امل فتحي مغنيه وكاتبه بتياترو امل، وكمان داليا ابراهيم عازفه ايقاعات بتياترو امل، وليديا باسم عازفه عود بتياترو امل. اهلا وسهلا بيكم، كل الامل وكل السعاده ليكم. اهلا بيك، مبسوطه بوجودكم النهارده جدا، وعايزين نستمتع بقى بحاجات كتير حلوه. بس في البدايه كنت عايزه اسالكم يعني في البدايه كده، جات لكم منين بقى فكره تياترو امل وجمعتوا ازاي وعملتوا الفرقه؟ والله احنا يعني احنا ثلاثه من اسكندريه، واسكندريه تعتبر مجتمع صغير شويه، فاتقابلنا احنا الثلاثه في ايفنتس فنيه وموسيقيه، ويعني احنا الثلاثه عندنا نفس نوع المزيكا، بنحب نسمع نفس الحاجه تقريبا اللي هي مينلي الشرقي، فحسينا هي فرصه كويسه ان احنا كده بنكمل بعض، ان في حد هيلعب عود وانا بلعب ايقاعات وامل بتغني وتكتب. ففي الاول اجتمعنا انا وامل عملنا فكره كده مع بعض، بعد كده ليديا دخلت معانا وكملنا بقى. النجاح بقى وان الناس تعرفكم والانتشار بدا امتى؟ حسيتوا بيه امتى؟ يعني احنا ابتدينا من سنه ونص. داليا المتحدث الرسمي باسم الفرقه.
اول حفله كانت 9/3 على مسرح جزويت اسكندريه. جميل. ده كان يعني 2023 تقريبا. مع اليوم العالمي للمراه. هايل هايل. الجمهور كان عامل ازاي لما بداتوا انه احنا رايحين نتفرج على فرقه نسائيه بتقدم عروض، مش عارفين لسه العروض ايه، لسه الدنيا يعني مش مشهورين للدرجه دي. الجمهور كان استقباله ليكم كان عامل ازاي؟ بصراحه كان متفاعل جدا يعني. يعني هو ادانا الحماس اصلا ان احنا نقدر نكمل اكتر يعني. كانوا متفاعلين جدا وبيسمعوا بانصات يعني، وفي ناس منهم عارفه الاغاني. في الاول كان مثلا تلاقي شباب بس، دلوقتي بقى في فئات مختلفه عمريه مختلفه. جميل. اكيد عايزه اسال بقى كل بنوته فيكم، بدات مشوارها عموما ازاي، سواء الغنى او عزف الايقاعات او عزف العود، بس لازم اسمع حاجه الاول. عينيا على طول. يلا بينا. مشتاقين جدا جدا عشان الناس برضو تعرف احنا بنتكلم عن ايه. وعلى فكره البروفا اللي كانوا بيعملوها قبل الهوا كانت خطيره، والناس كلها كانت مبسوطه هنا، فاتمنى ان كل بيتفرج علينا دلوقتي يستمتع ويتبسط زي ما احنا اتبسطنا. اتفضل. خلينا كده نبتدي بقى الاغنيه نرحب بيها يعني فيها بجمهور البرنامج. يلا بينا ونقول لهم يلا بينا. وعلى جمالكم وعلى بهجتكم وعلى كل حاجه فيكم حقيقي. جمال قوي ومبهجين جدا. طبعا العزف رائع والصوت رائع رائع يعني بصراحه. انتوا قلتوا لي ان انتوا عشان مجتمعكم صغير اتجمعتوا مع بعض ولقيتوا في بعض اللي ناقص من كل واحده فيكم، فتقررتوا ان انتوا تعملوا الفرقه. طب البدايه اصلا بقى كانت ازاي؟ يعني ليديا انت بداتي امتى تتعلمي عود وبداتي تتمكني منه؟ انا بلعب عود بقالي 19 سنه. برافو. اتعلمت مع نانسي فاروق هو انت اصلا ما عندكيش 19 سنه؟ لا لا كملي يا حبيبي. مع استاذه نانسي فاروق في اسكندريه طبعا. وبعدين كملت بعد كده مع في استاذ اسلام عبد العزيز واستاذ فادي عادل، واتنقلت بقى في حاجات كتير في فرق صغيره كده جوه اسكندريه برضو. وانا بقيت ادرس موسيقى، انا مخلصه فنون جميله ديكور، بس حبيت اكتر الموسيقى يعني ان هي تبقى المجال بتاع الشغل يعني. بس وبدرس عود حاليا وبعزف معاهم. برافو برافو. يعني على فكره انتوا يعني داليا وليديا بيعملوا بيلعبوا على الات معروف انه بيلعب عليها اكتر الرجاله،
يعني بيتشاف اكتر ان العواد راجل، الايقاع سواء طبلة او راجل، انما انتوا برضو كسرين قاعدة ما شاء الله. داليا، من امتى وبدأتي ازاي؟ يعني انا بدأت في المزيكا عامة من حوالي من 2014. بدأت الأول بالعود، درست مع يعني أساتذة في جامعة اسكندرية تربية نوعية قسم موسيقى ودار الأوبرا. وبعد كده من خلال مشاركتي مع فرق وفرق يعني نلعب مزيكا أو كده، بدأت أحب الإيقاع. فبعد كده بدأت قررت إن أنا أتعلم إيقاع، فدرست الأول مع أستاذة ضحى الجرزاوي، هي عازفة رق وإيقاع يعني معروفه في اسكندريه، وفي نفس الوقت كنت فصل دار الاوبرا الاسكندريه مع استاذ سعيد الارتست. كنت بتعلم يعني الاثنين في نفس الوقت، عشان كنت مهتميه اكتر ان انا مش اتعلم طبله على قد ما انا عايزه اتعلم الايقاعات بشكل عام، وازاي اقدر انفذها على الات مختلفه، الات ايقاعيه مختلفه. بس بعد كده بقى كملنا في ورش موسيقيه وحفلات مستقله لحد ما كده جمعنا مع بعض. عظيم. امل، الصوت وحلاوته، بدأتي امتى او عرفتي امتى ان انت صوتك حلو ولا عايز تطلعي بقى على المسرح وتأدي او تقدمي موهبتك للناس بدون خجل؟ من وانا عندي 4 سنين ما شاء الله. من وانا صغيره وانا بغني وبحب قوي، مش الغنى ان انا اطرب على قد ما انا اكون حاسه كلمات الاغنيه واديها بكامل جسمي وتعبيرات وشي وصوتي. وتربيت على الاغاني القديمه، فكنت دايما بغني من وانا صغيره. وفي المدرسه بقى كنت في فريق الموسيقى والكورال، كنت بغني من وانا طفله يعني لحد ما معتمدين عليكي طبعا، انت السوليست بتاعتهم. لحد ما يعني فتره الكليه، لان انا خريجه فنون جميله قسم عماره، فما كنتش فاضيه خالص ان انا اعمل اي حاجه غير الدراسه. لما خلصت الكليه ابتديت ادخل ورش ليها علاقة بالفوكل، تدريب الفوكل. دخلت مدرسة بيرفورم في 2021، وكانت من هنا الانطلاقة. ان انا ابتديت اتعلم ازاي اغني صح، ازاي اتنفس صح، وازاي كمان اغني شرقي مظبوط. واللي ساعدني في كده اكتر كمان، واحب اقول ده دايما يعني، هي ليديا. دايما معروف عن اللي بيعزف العود هو حد يعني مركز جدا في كل المقامات، مركز جدا في كل التيونينج، فساعدتني كتير. وكمان الفنان ياسين محجوب برضو دربني في فتره كبيره. ومن وقتها وانا قررت استغل بقى كل المواهب اللي عندي دي، الغنى مع الكتابه مع التمثيل. وكانت هذه النتيجة. النتيجة حلوة جدا جدا، ولو لاحظتوا احنا أمل بتغني هي وشها بيقول الكلام كمان، هي مش بس بتغنيه بصوتها أو بلسانها، لا الوش كمان بيقول الكلام، بتمثليه، نقللنا حالة البهجة أنت وداليا وليديا. يلا نغني. بصوا يا جماعة، هو سؤال وسؤال هنجاوب عليه احنا الثلاثة، وبعدين نغني، وبعدين سؤال كده، وبعدين بس ايه نبقى متفقين على نور يعني. هي كده كده حفلة خاصة بتاعتي. يلا بتاعتي بتاعت الناس كلها طبعا. انا معاكي. يلا موال، تحبي موال؟ موال حاجة في الهادي ولا في الرايق؟ ماشي يلا على الرايق، اتفضلوا. حاجة بقى اسكندراني. ماشي. موال بس اسكندراني. كل التحية لكل أهل اسكندرية، أجمل وأجدع ناس طبعا. حبيبتي. Thank you.
منام الليل لو قالوا مهرط نجوم الليل أنا راضي لو قالوا مهرك نجوم الليل نجوم الليل نجوم الليل أنا راضي جميلة قوي قوي يا جماعه. الواحد لازم يعني يبقى صديق ليكوا علشان القعده بتاعتكم كده يعني على الرايق كده من غير اي كاميرات من غير اي حاجه قعده حلوه وممتعه جدا يعني اقعد قعده كلها سلطنه. تعالي ارجعي معانا اسكندريه في العربيه كنا جايين عاملين حفله في العربيه. ببلغ وانا مش مروحه بيتنا. لا بجد حاجه جميله جدا جدا وراقيه وممتعه ومبهجه زي ما قلت. وهفضل اقول على فكره كل ما هتغنوا بحس ببهجه اكتر ولازم اقول ان انتوا بجد مبهجين جدا. نروح بقى للحفلات بتاعتكم وايه اكتر مكان بترتاحوا فيه لما بتعملوا بتقدموا حفلاتكم وبيكون عليكم اقبال والناس بتيجي بتبقى عارفه احنا جايين لتياترو امل واكتر الاغاني اللي بتطلب منكم؟ سؤال كومبو هو علشان احنا بنسال لثلاثه وكل واحده تاخد حته وتتفضل. داليا وامل وليديا مين حابب اتفضلي؟ بالنسبه للاماكن اتفضلي. بصراحه كل مكان بيبقى ليه الروح بتاعته كده يعني مفيش مكان مفضل. كل تجربه في مكان بجمهوره بيبقى ليه تاثير مختلف. ما رحتوش ومتعه مختلفه حفلة ولقيت الجمهور قاعد بيستمع في وقار تام شديد. بتحصل في اي استحسان خالص. حصل. عملتوا ايه؟ قولي لي يا امل ايه اللي حصل؟ بصي احنا دايما بنسمع على ان جمهور كل مكان مختلف عن التاني. مظبوط. فجمهور اسكندريه مختلف عن جمهور القاهره، مختلف عن جمهور بورسعيد، مختلف عن اي جمهور تاني. احنا قبل كده انا عرضت في المنيا وجمهور المنيا مختلف عن اي جمهور تاني. كان في حفله تبع شباك الفن في جوته في الدقي في القاهره. وكان الجمهور جاي عايز يحضر حفله في كل وقار وقاعد بيسمع. في بدايه العرض انا من النوع اللي بحب اتشاقى يعني بحب انكش الناس، ما احبش حد يقعد كده ساكت. فحاولت معاهم في الاول كده مفيش لحد ما وقفوا مزيكا يا جماعه. أي انتوا في ايه بقى؟ في ايه يا جماعه؟ لا كلموني كده. معايا سامعني ولا ايه بتفضل؟ وكمان ساعد في ده انه فجاه الجمهور حس انه هي مساحه امنه ان احنا ننبسط ونتعامل ببساطه ونحس الكلام اللي بيتقال كانه كلام بيحصل لكل حد من الجمهور اللي قاعد. فابتديت أشخصاً الحدوتة على الجمهور اللي قاعد. فابتدي اخد من الشخصيات اللي بحكي عنها من الناس اللي في الجمهور. فلاقي رد. فتلاقي رد فعل. طبعاً. فاللي حاسس انها بتاعته ليه. بالظبط. لدرجة ان في الاخر لما خلصنا الحفلة الناس انتوا خلصتوا؟ لا استنى شوية. يعني الاول كانوا داخلين على اساس ان هم داخلين موزارت مثلا او هيحضروا السيمفونية السابعة وكده. بس بعد كده لا هي حفلاتنا شوية كمان تفاعلية يعني بتعتمد انه عشان امل بتحكي الحكاية وبتمثلها. فده بيعتمد على جزء كبير ان يبقى فيه تفاعل يعني. بس لازم اسمع حاجة الاول وبعدين نروح بقى للمسجد والحكي والغنى. مش قلت لكم انا كذبت عليكم؟ هتغنوا لنا ايه دلوقتي؟ ماشي اوكي ماشي. بتبصلي كده ليه؟ بتبصلي كده ليه؟ ايوه صحيح احنا كنا بنتكلم على الجمهور اللي بيقعد بصلي كده ليه والغدر جوه. هو ده. يلا Thank you.
كده ليه؟ بتبص ليه كده ليه؟ عايز تمني ولا صعبت عليك حبيت تواسيني؟ انت شفت الحب نايم جوه قلبي، حبيت تشاغل مهجتي وتصحي حبي. بتبص ليه كده؟ بتبص ليه كده؟ بتبص ليه كده ليه؟ ما تقولي قصدك ايه؟ بتبص ليه كده ليه كده ليه؟ بتبص ليه كده ليه والمكر جوه عينيك؟ سرحان تناجي ايه والحيرة باينة عليك؟ سرحان تناجي ايه والحيرة باينة عليك؟ انت شفت الورد فتح الغصون، قلت تقطف وردة وتداوي الشجون. بتبص لي كده؟ بتبص لي كده؟ بتبص لي كده ليه؟ ما تقولي قصدك ايه؟ بتبص لي كده ليه كده ليه؟ انسى الكلام وتتفشى يا جمال، جمال جدا. حتى لو كنت نسيتي جزء من كلمات الاغنيه، فهي اغنيه صعبه بالرغم من انها تبان انها اغنيه خفيفه ولطيفه. صعبه جدا. يعني لا صعبة جدا. جدا. اخذت مذاكره كتير جدا طبعاً. جدا جدا. يعني الاغنيه غنتها العظيمه الراحله ليلى مراد. طبعا طبعا. ليلى مراد والحان وصبجي. انا ناقصه. وطبعا كلمات العظيم احمد رامي والحان العظيم برضو محمد الاصابي. اغنيه متعوب عليها، اغنيه كبيره مش صغيره، مقامات وكلمات وكل حاجه، وانتوا قدمتوها بمنتهى السلاسه واللذاذه. فبجد لا، جمال جدا جدا. انا شكرا، مبسوطه قوي. انا حابه قوي لو تحضري لنا حاجه لايف، هتشوفي على المسرح يعني. بصي هيحصل حوارات. والحقيقه انا بجد عايزه احيي الجزويت ان هم دايما بيدوا الفرصه للمواهب الجديده ان هم يثبتوا كام شخص او كام نجم طلع من على مسرح الجزويت. فحاجه هايله جدا جدا. طيب نتكلم بقى عن المزج بين الحكي والغنى. لحظه واحده قبل ما نتكلم عن المزج بين الحكي والغنى، عزفك الايقاعي رائع ومتمكن. شكرا جدا. شكرا. معلش عشان الكلام خدني. شكرا. ارجع بقى للمزج بين الحكي والغنى، بدأت معاكم الفكره دي ازاي؟ مين كان صاحب الفكره دي؟ أمولة هانم. ايوه. جات لك الفكره ازاي يا امل؟ وازاي عرفتي ان انت تطوعي فكره الغنى والمسرح والبرفورمانس نفسه او العرض نفسه، انك تحطي كمان معاه حكايه؟ زي ما قلت لك في الاول، انا اتربيت من وانا صغير على الاغاني الدراميه بتاعت الافلام العربي القديمه. ف من وانا صغيره وانا بحب الكتابه قوي، فلما كنت بكتب حاجه على طول كان بيجي في بالي الاغنيه دي بتتكلم عن نفس الحاجه.
هي نفس الاحداث ونفس التفاصيل ولكن بايقاع وبملدي غير الكلام المسترسل اللي بيتكتب سواء كان في الروايات او في القصص. فمن هنا جت الفكره. انا لما درست فن الحكي ودرست التمثيل وكنت اوريدي بكتب فقلت ليه لا ان انا اوريدي عندي صوت تعملي الكومبينيشن الحمد لله كويس فليه ما اغنيش وانا بحكي. والفكره انه المزيكا بتساعد كتير قوي في توصيل الاحساس طبعا توصيل الكلام ممكن جدا الكلام اللي فيه استرسال ما يكونش ما بيوصلش بنفس السرعه اللي المزيكا اللي على ميلودي او على ايقاع بالظبط. انا معاكي جدا ولازم قبل ما وقتنا ينتهي بس لازم تديني بقى حاجه او مثل على المزج بين الحكي والغنى لو حابين لو مش حابين لازم اسمع حاجه تانية. عينيا يلا حاضر عينيا يلا قرار سريع قولي لنا بتقولك فكري هتحكي الحاجه مزج ورونا ولا هتغني على طول؟ اعمل لك حاجه مزج وغنى مزج يلا نمضي يعني ممكن اسال حضرتك حاجه احنا كل عروضنا هي قائمه على حكايه واغنيه ليها علاقه بالحكايه يلا او بتشرح الحكايه ففي حكايات كتير في حكايات كتير معانا اغاني ايه نحط عليها حتوت؟ عندك ايمان الحب ايه معنى الحب تنكر لي ايمان الحب ممكن تحكي لها حكايه صغيره وتخش حاضر ايه معنى الحب؟ وانا عيلة صغيرة عندي 10 سنين يا دوب فترة المراهقة اللي ما كنتش حاسة فيها ان حد لا فاهمني ولا بيسمعني ولا اي حاجة الا حد واحد مش عارفة ليه دخلتك علينا في الفصل كانت بتقبض روحي كأن ملك الموت حضرنا يا سلام ريحة البرفان الخمس خمسات اللي كانت بتملى المكان وانت داخل علينا في الفصل اصل دي كانت علامة من علامات وصوله مستر عبد السميع مدرس اللغة العربية واوسم مدرس في مدرسة عرفان الاعدادية بنات لما كان يقف يحكي عن الدرس الجديد قلوبنا كانت تفضل تدق 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 وكأنها هتخرج من صدورنا كلنا ولما كان يقف مع ميس جديدة في المدرسة يعني ايه يقف مع ميس جديد؟ يعني ايه؟ ساعتها كنا بنتجمع كلنا على شعار واحد تسقط الميس الجديدة لازم نطفش الميس الجديدة يعني ايه يقف مع الميس الجديدة؟ وفي يوم لما كتب لي على الأجندة مع تمنياتي لك بالتوفيق الدائم سرحت فيه وفي جماله في شعر المكتكت الاسود اللي جاي على جنب مسرحه بفازلين بملامحه المسمسمه بطوله بعرضه قلت يا ترى هنسمي ولادنا ايه؟ نورسين ولا نمارق؟ والولاد هيبقى اسمهم ايه؟ سقراط ولا سلومي؟ و مش هقول داليا ولا يا سلام بس عدت السنه ونسيت مستر عبد السميع امال كان ايه اسهال المشاعر اللي عندي ده؟ كان عبارة عن ايه؟ انا حتى الان مش فاهم ما كانش حب هو اصلا يعني ايه حب؟ ايه معنى الحب؟ ايه اصل الحب؟ ايه شكل الحب؟ الحب اصلي ما شفتوش ولا كلمتوش ولا جربتوش ايه معنى الحب ايه معنى الحب قالوا العشاق عايشين في الام مواعيد وفراق وخصام وكلام ساعة حنية وليالي قاسية أنا مالي ومالهم ما يروحوا في حالهم مش عايزة أحب إيه معنى الحب الحب أصلي ما شفتوش ولا كلمتوش ولا جربتوش إيه معنى الحب إيه معنى الحب
اشوفه ولا المح طيفه، مش عايزه احبه. ايه معنى الحب؟ الحب الحب اصلي ما شفتوش ولا كلمتوش ولا جربتوش. ايه معنى الحب؟ ايه معنى الحب؟ قلبي بيتاخد من سيرة الحب، اصله مش واخد ابدا عالغلب. قلبي بيتاخد من سيرة الحب، اصله مش واخد ابدا عالغلب. لو كان يقابلني ولا يكلمني كنت اهرب منه ولا اسال عنه. لا معاد يشغلني ولا وادي خيالي، مش عايزه احب. ايه معنى الحب؟ الحب الحب اصلي ما شفتوش ولا كلمتوش ولا جربتوش. ايه معنى الحب؟ ايه معنى الحب؟ جميل قوي قوي. بقى ايه معنى الحب؟ لذيذ قوي. وعلى فكره في تصفيق حار في الكومنتات. مش معقول. لا بجد والله الناس سعيده جدا جدا، وخدنا كمان وقت زياده علشانكم، علشان عايزين نستمتع بيكم اكتر واكتر. هايلين. العزف رائع ومتمكن. الاداء بتاعك سواء صوتي او تمثيلي زي ما بقول لك، لا حلو قوي ومتصدق قوي. بتعملوا ايه لما بتبقوا بتعزفوا والموضوع كده جد قوي والناس بتضحك في الصاله؟ بنضحك عادي. بنضحك عادي. لا مفيش مشكله يعني. انا عايزه اضحك ومش عايزه ابوظ لكم. لا لا بالعكس. بس لا يعني لذيذ قوي قوي ويضحك قوي يعني. انا ما كنتش عايزه ابوظ لكم بس. لا بالعكس، احنا بنلاقي ناس مبسوطه وبتضحك بتشجع اكتر، بتتسلطن في نفس الوقت. بالظبط. لا حلو قوي. عملتوا سكتش برضو او عرض اسمه الاريكه، سر الاريكه. سر الاريكه. احكوا لي، قولوا لي عن سر الاريكه. انا عايزه اعرف السر دلوقتي. انتوا لسه هتحكوا لي عنه، قولوا لي السر على طول. ايه سر الاريكه؟ سر الاريكه هو عرض تشخيصي، حكي تشخيصي. مش حكي شخصي زي اللي حصل، زي المثال اللي حصل دلوقتي. الحكي التشخيصي هو عباره عن شخصيه تمثيليه بتحكي قصه، ومن خلال القصة برضو بنستعرض مجموعة من الأغاني. سر الأريكة كان عرض شارك ضمن مهرجان إيزيس للمرأة، واتعرض على مسرح الهناجر الحمد لله مؤخرا. وكان بيحكي عن قصة جليلة العلمة اللي كانت موجودة في اسكندرية في 1920. وفي الوقت ده كانت هي حبيبة سيد درويش فنان الشعب. ومن خلال العرض بنبتدي نستعرض القصه اللي ما اتقالتش على لسان جليله، علاقتها بسيد درويش، وشعور الست بالنسبه للحب بعد الشعور بالتمرد، وانسياقها ورا الحب بيكون عامل ازاي، وعلاقتها كمان بتاريخ اسكندريه في الفتره ديت. وفي نفس القصه بنستعرض وجود الشخصيه اللي بتمثل التعارض اللي بيحصل في حياة الست عموما، أو في الحب اللي بتعدي بيه الست. هي شخصية جوني، العالم الآثار الإنجليزي اللي بيدور على السر في المدينة، وبتعرف جليلة القصة وبتقول لسيد درويش. وده بيكون السبب في القصة المستوحاة من خيال الكاتب اللي هو أنا اللي كتبت القصة. ان ده سبب موت سيد درويش. وبنستعرض من خلال الحدوته الكبيره دي شعور الست وايمانها بالحب، اللي بيتبدل والصراع اللي بيحصل جواها ما بين المصلحه وما بين الحب والمشاعر. وفي الاخر بنستعرض ان السر، سر الاريكه، السر هو اصلا موجود في المدينه، موجود في حبنا لاسكندريه. طبعا طبعا. حاجة حلوة جدا. هتقولي لي حاجة أو هتعملوا هتقدموا لي حاجة من سر الأريكة، ولا نغني حاجة عن اسكندرية، ولا نسمع ابعد عن الحب؟ احنا كده كده هنغني يعني. اوكي. انا أوكي. انا سامعه نغني 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 نغني. انا لسه هحط السماعة على المايك. قولوا لي نغني حاجة من سر الأريكة؟ ايه رأيكم؟ تحبوا نغني ايه؟
حاجه حلوه ومبهجه عشان احنا بنختم. خدوا بالكم طبعا بهجه. كنا ندخل بسرعه يا بنات بسرعه الدقيقه. حاجه اسكندراني برضو وغنتها الجميله الجميله هدى سلطان و ومن سير الأريكة إن شاء الله كانت افتتاحة العرض. يلا فرحان وانتم من اجمل بجد يعني الفرق.